اسف على ايه يا حبيبي؟ اسف عشان كنت سلبي، كنت عارف ان انت بتحب احمد وهو بيحبك وانكوا عايزين بعض، وسبت اختي تعمل فيك وفيه عشان بتتجوزوش بعض. لا يا بابا، وبعدين احمد ايه اللي انا بفكر فيه ده؟ اسف كمان يا بنتي، اسف لكم كلكم، اسف على الحياه اللي انا عايشتها لكم. زينب كان عندها حق، انا كنت سلبي وكنت راضي زياده عن اللزوم وساكت. كلنا يا بابا راضيين باللي بيقسمه ربنا. لا يا بنتي، اللي بيقسمه ربنا حاجة واللي احنا بنعمله في نفسنا حاجة تانية خالص. طب ممكن تقوم تغير هدومك؟ والله ما بخلت عليكم اي جنيه في جيبي. احنا عارفين يا بابا، واحنا كمان بنحبك. قوم بقى غير هدومك. مش قادر. يمكن ما اروحش الشغل بكره. خدي ادي الفلوس دي المروه. يا بابا سيبك من المروه دي، بنت بارده ومش هتبطل طلبات. معلش تقوم ده، يمكن ربنا يكرمها في الشغلانه اللي هي رايحاها دي وتحل عن دماغتنا كلنا. صباح الخير. تصبح على خير يا بابا. بصي وراكي كده زي ما تكوني عامله. في ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ بدل ما تترمي في حضني وتقولي وحشتيني يا ماما. وحشتيني والله. مش باين، ده انت واقفه مش على بعضك. طب مره غلطتي سالي عليا ولا على اختك؟ ويعني هي ست ايدن هي اللي بتسال؟ يعني تسال فين وتيجي فين؟ انت مش شايفه القرف اللي انت عايشه فيه؟ انت غاويه فقر ليه يا بنتي؟ انا مش غاويه فقر، انا بحب بابا. وماله يا حبيبتي؟ حبيه، تعالي عيشي معايا وديكي عليا كل يوم اوديكي تشوفيه. بعدين يا ماما بعدين. طب تعالي نتغدى مع بعض. اركبي اركبي يلا. يا ماما قلت لك بعدين، انا ما ينفعش اسيب بابا في الظروف اللي هو فيها دي دلوقتي. بابا انت زهقتينا ببابا ده، هجيبك ورا هتموتي من الجوع. عموما انا ماشيه، اللي انت عايزاه اعمليه، انت عارفه مكاني كويس. سلام يا ماما. سلام. وبعدين في البيت دي في 60 داهيه انت فاكرني همسك فيك واقول لك اقعد ما تسيبنيش؟ لا يا اخويا، خدت منك ايه؟ روح انت، بس قاعد تاكل وتشرب وتربي فلاح. عارف انا هكسر وراك قول. لا هكسر وراك زير. يا ريتني كنت جوزتك بنت سمية، كنت انت رحت بدل الواد الغلبان اللي راح حاضر ده. انت عارف يالا حصرف معاش عليا انا بس بدل ما اصرفه على اتنين. هجيب لنفسي اللي انا عايزاه، بكره هنزل اجيب. بكره ليه؟ لا يا اخويا، من دلوقتي هنزل اجيب لي جلابيه واغير عفش البيت كله. انت طالع لابوك كان اناني، سابني لوحدي برضه، مات وسابني لوحدي في الدنيا. يا واد اقعد، يا واد اقعد نتعكز على بعض، ما تسيبنيش كده. يما افهميني، حاولي تفهميني، انا متاكد ان كلها شهر واحد وهرجع اخدك على ايطاليا. ايطاليا يما ايطاليا. تاخد ايه؟ ده اللي بيروح بيرجع، اللي بيروح ما بيرجعش. البحر عالي يا ابني، انت عايزني ابقى زي خليله، ابقى ماشيه مخبوله اشتم في البحر وفي الناس وفي الدنيا.
خليه لمين يا امه؟ خليه لمين؟ انت عارفه كويس ان انا حاجه وابني خليه لحاجه تانية خالص. ابنها كان عايز يعدي برضه راح ما رجعش. انت طالع لعوض ابوك. كان بيسيبني كده برضه وهو عايش. كان يروح اسكندريه ويسيبني هنا. كان يروح يقعد على القهوه يضحك وينبسط مع صحابه ويسيبني انا للهم هنا. يا امه خلاص ما فيهاش كل تاني، انا مسافر يعني مسافر. استنى يا ولد. ادعي لي بقى بدل التقطيم اللي بتقطمهولي ده. يا ولد استنى. في 60 في 60 سلام. صباح الخير. صباح النور. عملتي اللي قلت لك عليه؟ زي ما امرتي بالظبط. كل الجرايد والمجلات عندها خبر بالديفيلي. طب انكل سمير وصل؟ اه انكل سمير وصل من بدري بس عصبي شويه. ليه؟ بصراحه انا مش عارفه بس زينب هانم عنده جوه من بدري. ابعتي لي قهوتي. تمام جدا. حاجه تاني؟ اه لما امي تخرج من عند انكل سمير قولي لي. تمام اوكي. انا كمان مشيت شهوتي، يا ريت تعملي واحده مظبوطه. لا ما تقوليش انك جاي تشوفني. ابقى كذاب. بصراحه انا اللي بيني وبينك لغايه دلوقتي هو الشغل. سامح، انت عارف ايه اللي مخليني مش قادره اكرهك؟ اني حاسه انك صريح، يعني شايفاك كده مالكش في اللف والدوران والحاجات دي. طب وتكرهيني ليه بس؟ وبعدين يا ستي الحياه مش مستاهله لف ودوران. تمام. طب ممكن تقولي بقى انت جاي ليه دلوقتي؟ انا وافقت على العرض بتاعك. بجد؟ بس ده مش معناه اني هسيب لك السوق كله. يعني انت عايز تقنعني مثلا انك مش هتظبط الموضوع من ناحيه تانية؟ حتى ولو. اوكي، وانا ما عنديش مانع في اي حاجه. كفايه عندي بصراحه انك عملت لي خاطر. خلاص احنا كده خلصنا كلام في الشغل، ممكن نتكلم في حاجه مهمه؟ لا الحقيقه انا هنا بالذات ما بتكلمش في اي حاجه غير الشغل. يا سلام، اشمعنى يعني؟ سامح، هو انت فاكرني مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط؟ هو انا عاوز حاجه غلط؟ انا عاوز اتجوزك. طب انا هريحك. بص بقى، من الاخر كده انا ماليش في الراجل الرمرام. اقول لك على حاجه وتصدقيني، الستات ما بتحبش غير الراجل الرمرام. يفضلوا كده يلفوا حواليه ويدوروا ونفسهم يوصلوا له من اي حته وما يقدروش، عشان كده هيفضلوا يتجننوا عليه. دول الستات الفاضيين اللي ما وراهمش ولا شغله ولا مشغله، اللي كل هدفهم في الحياه يصطادوا راجل وياخدوا اللي وراه واللي قدامه. انا بقى ما بحبش كده خالص. طب انت بتحبي ايه؟ انا بحب الراجل اللي زي الالف الدغري اللي بيبص ولا يمين ولا شمال. طب ما انا لو كنت عرفتك من زمان كنت بقيت زي الالف ودغري ولا بصيت لا يمين ولا شمال. طب ده انا لسه بقول ان اللي عاجبني فيك ان مالكش في اللف ولا الدوران. هتخليني اغير رايي؟ خلاص يا ستي انا اسف، ما تزعليش. طيب هنمضي العقود امتى؟ وقت ما تحبي. نتقابل بالليل؟ دي بقى اهم حاجه في الشغل، ان احنا هنتقابل وقت ما نكون عاوزين. عشان الشغل. ماشي يا ستي، عشان الشغل. بس انا مش مبسوط. حبيبي اللي بيحصل ده عادي وصح كمان. زينب كلامك بيضايقني. احنا بنتكلم في شغل، ولو هندخل المشاعر بنتي وابنك الشركه هتقع. وبعدين مروان مش مهتم خالص بالشغل زي ما انت شايف، وايتن هي اللي شايله الشغل وانت قلت كده 100 مره. بس دي شركه ابوه. اه قلت كده. طبعا الشركه شركتك انت وابنك، وانا وبنتي بنشتغل عندك. ايه رايك بقى ان من بكره الصبح اقول لايتن مالهاش دعوه بالشركه؟ زوزو حبيبتي ما تفهمينيش غلط، انا اقصد يعني انت ليه مش شايفه مروان زي ابنك؟ زي انا ما بعامل ايتن. هو فعلا ابني، انت نسيت ان انا اللي مربياه؟ بس الشغل وشغل، مش هندخل الحاجات في بعضها. عارف يا سمير، انا لو سمعت كلامك هيحصل ايه؟ ايتن مهما عملت مجهود هتحس ان في فرق بينها وبين مروان ابنك لمجرد انه ابنك، ومروان هيعمل اي حاجه على اساس انها مقبول عشان برضه ابنك. خلي كل واحد ياخد مكانه عشان الدنيا تمشي.
طب من فضلك خلي ايتن تقرب منه شويه، يعني بلاش تهمشه بالشكل ده، تحاول تشاركه معاه في الشغل يمكن يفهم. فدي بقى يا حبيبي انت عندك حق. نور عيني يتغدى ايه حبيب قلبي؟ اي حاجه من ايديك تبقى حلوه وتجنن. طيب يا حبيبي. سي يا قلبي، سي يا روحي. اهم حاجه في الليل تكوني مستفه ورقك، كل حاجه تمام، ولو كنت تمام عشان نخلص على طول. اوكي سامح بيه. اهلا. مش تقول انك هنا. زينب هاني. اهلا اهلا. ازيك انت ماشي ولا ايه؟ اه للاسف، لو اعرف نسيتك موجوده كنت جيت سلمت عليك. لا انا كمان ماشيه، لو في هيئه ذوق توصلني عربيتي في السياره. اه طبعا ده شيء يسعدني. يلا. مامي انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان يا روحي، بس عندي مشوار وبيني وبينك ما صدقت الاقي توصيل. باي يا روحي. اتفضلي يا فندم. يلا. يلا يا حبيبي انت وهو، يلا اللي عايز ياكل يشرب يفك دلقته، قدامكم نص ساعة، يلا بسرعة. يلا يا اخويا يلا. الله يا عم. يلا يا عم. يا عم يلا يا عم. انت يعني وديتنا الجنة. ما حدش اتصل؟ لا. طب هنعمل ايه في العالم دي؟ عادي، هي دي أول مرة. خلاص جرب مع القبطان، يمكن الشبكة ترجع تاني يا أخي. جرز ومحدش بيرد، وبعدين يعني حتى لو رد هما كده كده ميتين. انت سمعت اللي انا سمعته؟ سمعت. لا استنى، ايه ده؟ مش كده. زكا بلح. حلو. امال احنا ناقصتنا قد ايه عشان نوصل؟ انت يعني يهمك ايه؟ ناقصك قد ايه ومش قد ايه؟ انت كل اللي يهمك المكان اللي هتوصل له وهتعدي منه. تمام يا حبيبي؟ تمام يا حبيبي. تعال تعال انا هقول لك تعال.